مساء الخير. لسه متابعين مع حضراتكم آخر أخبار الحادث المؤسف اللي شهدته محافظة الدقهلية مؤخرا، وهي واقعة تعريض طفلة وسحلها في الشارع في عز التلج والبرد والمطر ومحاولة حرقها على يد والدها بالدقهلية. طبعا من مستجدات الموضوع ان تم الدفع بقوات الامن في المحافظه للقبض على والد الرضيعه، وفي كلام كمان انه اتقبض عليه. احنا معانا السيده احلام رشاد وهي جده الطفله. سيده اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. احكي لنا الاول ايه اللي حصل وهل كنت شاهده على الواقع؟ حضرتك جاي من اول النهار كده من اول اليوم، فالمهم عمال يشتم ويسب فينا ويقصد كلام ما اتسمعش بصراحه وما اقدرش اتكلم فيه واقوله. جاي عايز يشد الموتوسيكل بتاع حمايه وياخده، بيقول انا عايز الذهب بتاعي، انا عايز، انا مش عارف. المهم قعد يشتم فينا اللي هم ساعه ما كان بياخد الموتوسيكل وعملوا في المركز بلاغ ورجعوا. حضرتك يا دكتور هم بعديها بشويه بيقول انا عايز بنتي. مين اللي عمل بلاغ يا فندم؟ جد جوزي وحماية. تمام. عمل بلاغ من عدي علينا وخطين ان هو يخص علينا. حاجات في الشارع وعايز يضربنا بيه. ده بعد ما والدة الطفلة سيدة ما تركت منزل الزوجية وراحت بيت أهلها اللي هو بيت حضرتك. من بدري حضرتك هو كان ضربها ضرب عذاب، كان بيعذبها زي السياسيين لما بتعذب كده. ده في بيتها قبل ما تجي لكم مش كده؟ قبل ما ساعة ما كانت عندنا، هي كانت معانا بالطفلة بيها، هي عايشة معانا بقالها بتاع 3 4 شهور. وقفت قضية عليها ضربها وضرب أبوها. طب تفتكر الخلافات اللي كانت بينهم كانت بسبب إيه؟ حضرتك كان على طول وقت بخصوص خطة الأولاني. هو عمل فيكي ايه؟ هو قال لي الأدب يعني بسبب خطيبها الأولاني؟ بسبب خطيبها الأولاني. هي تقول له أنا خلاص ما فيش حاجة بينه وبين خطيبها، وبعدين مش من آخر الخطوة. حضرتك اتفقوا عليها ما كنتش بتتفق عليها. هل ده السبب اللي دفعه ان هو لغايه دلوقتي ما فيش اوراق قانونيه للطفله سيده وان هي لسه مش موجوده على اسمه؟ هل ده من الاسباب؟ حضرتك هو مش عايز يسجلها، انا عملت ورق ووديته للاسف. انقطع الاتصال مع السيده احلام جده الطفله سيده، ولكن يعني هناك بعض المستجدات ممكن اجملها لحضراتكم لغايه ما نعاود الاتصال بالسيده احلام. كانت بتقول ان الخلافات كانت بينهم من قبل ما تروح وتترك منزل الزوجية، وان الاشتباك ده حصل والواقعة دي حصلت في منزل والدة الطفلة، وان الزوج كان يعني الخلافات دي بسبب انه ان السيدة زوجته كانت مخطوبة لشخص آخر قبل ما يتزوجها. ويعني من كلامها هناك يعني ايه نقدر نقول شبهات حول هذه العلاقة، ويمكن تكون من أهم الأسباب اللي خلته لم يعترف بالطفلة سيدة ابنته اللي تم سحلها ولم يسجل على اسمه طبعا، أو لم يسجل على اسمه هذه الطفلة بسبب تشككه في أخلاق زوجته. على كل حال هنحاول نتواصل مع السيدة أحلام رشاد جدة الطفلة، وإلى أن يتم التواصل بالتأكيد هنتابع مع حضراتكم كل جديد. ولكن خلوني أقول لحضراتكم المستجدات الأخيرة اللي حصلت في الواقع. ربما الناس اللي لسه مش عارفة الواقع حصلت إمتى وسببها إيه. طبعا البنت مامتها اسمها أمال البسيوني، الطفلة المعذبة. طبعا هي كانت قالت إن قوات الأمن ألقت القبض على والد الطفلة بالفعل على زوجها بعد تداول هذا الفيديو وتعذيبه لابنته ونزع ملابسها في البرد وسط الشارع زي ما احنا شفنا، والدنيا شتاء ومطرة، ومع ذلك لم تمنعه الإنسانية من هذا الفعل. الزوجة كمان في تصريحات خاصة لليوم السابع قالت إن زوجها قام بتعذيب ابنتهم وقام بنزع ملابسها وسط الشارع في عز البرد وتعذبها، وقالت ان هم كانوا منفصلين منذ 5 أشهر وبسبب طبعا طباعه السيئة
وطبعا بالاضافه الى التصريحات الخاصه اللي احنا اخذناها دلوقتي حالا من السيده احلام رشاد جده الطفله، اللي قالت ان هو للاسف بيشك في سلوكها لانها كانت مخطوبه قبل ما يتزوجها، وده يمكن اللي خلاه يكره الطفله بنته علشان ربما شايف ان هي مش ابنته، ولذلك لم يعترف بها قانونا وامام القانون. والام طبعا كانت بتطالب انها يتعمل لها تحليل دي ان ايه لاثبات نسب الطفله علشان طبعا تكتب على اسم زوجها. طيب سيده احلام رجعت لينا، حاجه احلام؟ ايوه معاكي حضرتك. مع حضرتك يا فندم. طيب يعني الوضع ايه دلوقتي؟ ام الطفله فين والطفله فين؟ وهل تم القاء القبض على الزوج ولا لا؟ تم القبض عليه، وهي في المركز هي ووالدها والطفل. هي في المركز هما الاثنين؟ وتحولوا على النيابه. طبعا بياخدوا اطوالها. طيب ما تعرفيش ايه اللي حصل في النيابه؟ الزوج قال ايه؟ يعني ايه سبب السبب اللي خلاه يعمل كده؟ مش عارفه. هيقول ما يقول ايه، هو عمال يقول كلام ما ينفعش يتقال حساه، هو من زمان هو بيقول. والبنت بصحبه مامتها في المركز معاها. الطفله سيده البنوته الصغير. ايوه معاها. شفتيها معاها. بعد ما حصل الموضوع ده كان شكلها ايه وحالتها كانت عامله ازاي؟ مرعوبه طبعا حضرتك. مرعوبه. الام والبنت مرعوبين. كلنا كنا مرعوبين بصراحه، مش بني ادم يعني عنده آدمي خالص، يعني معدوم الإنسانية. معدوم الإنسانية حضرتك. هو في إنسان يتحمل؟ هو لابس طاقية ولابس كوفية ولابس ولابس. تعالي عيلة في السن ده بالمنظر ده. كنا هنجن والله حضرتك، والله كنا هنجن. كان بيضربها في الفترة اللي كانت موجودة في بيته مش كده؟ كانت بيضربها، وهي قالت لي بعد كلام كان عامل إن العيلة كانت بتبقى صفقة في رجلها وكان بيزقها. هل تعدى على الطفلة، هل تعدى على الطفلة قبل كده؟ يعني هل ضربها قبل كده؟ لا بصراحة لا، دي أول مرة بصراحة. أنا شفتك عشان حرام عليا، لأن هي يعني بنتي على طول عندنا. بنتي على طول عندنا. يعني كان حنين عليها في الأول، طب إيه اللي خلاه يتقلب فجأة كده؟ هو بصي حضرتك، هو يعني مش مسألة حنية، هو عادي يعني التعامل عادي. معلش أنا بحب بنتي، أشوف طبعا هو مقصر جدا. كان مقصر معاها. كل حاجه من حق امها ومن حقها. في تقصير جامد، لان والدها اللي كان مظرفها. هل عنده ابناء تانيين غير الطفله سيده؟ لا لا حضرتك. والحمد لله. ولغايه دلوقتي ما لهاش اوراق باسمه مش كده؟ اوراق مش سامعه حضرتك. اوراق باسم مين؟ الطفله باسم الاب ده ولا لا؟ اوراق ليه هما؟ عطينا سيره بطاقه ليه؟ لا لا، الطفله مكتوبه على اسمه ولا لا؟ حضرتك ما كتبتش ومش راضي يكتبها. مش راضي. انا كنت رحت للورق وبمشي في الاجراء. المسؤول اللي في الصفحه قال لي انا هحاول معاه ان هو لو ما مشيتش الاجراء انا هخليك تمشي في الاجراء. بس المهم ان هو عشان بطاقته. عشان طب هو مش عايز يسجلها ليه يا حاجه احلام؟ مش عارفه والله يا اختي، انا مش عارفه حضرتك يعني اقول لك ايه. يعني اللي قيمه اللي استهتار اللي كتيره فيه. هل 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 يعني. هل الخطبه الاولانيه خطوبه بنت حضرتك مخلياه يشك شويه في فكره ان البنت تكون بنته او لا؟ لا 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 لا، على فكره ده مش موجوده شكوك. بنت كلها شك. طيب يعني عايزين نعرف الجهات اللي تواصلت مع حضراتكم لما الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. انا والله حضرتك يعني زي حضرتك الصحفيين المسؤولين برضه من جهاتنا، يعني انا اللي هم يعني كل مكان في الصحافه ناس كثيره اتصلت علينا بتقول لي غير مسؤولين. طب وهو لما كان هربان، يعني كان هربان فين لغايه لما قوات الامن؟ ما تعرفيش. ما تعرفيش كان فين موجود وقت القبض عليه؟ لا حضرتك. طيب هل في حد من اسره الزوج تواصلوا معاكم يعني وحاولوا يطمنوا على الطفله بعد ما انتشر الفيديو؟ حضرتك بتاتا هي ما كانش الطفله حتى لما كانت بتروح معاه، كانت بتروح معاه كانت بترجع لي مبلغ.
وبين نفسي طب امه ما شافتهاش، طب امه ما شافتهاش ان هي جايه مبلوله بالطريقه دي، لما ياخدها حضرتك على كده البسط اللي تروح بيه ترجع بيه تاني من تاني يوم وتجي غرقانه ميه بقى. وبعد ما حصل الموضوع ده ما حدش كلمكم يطمن ولا اي حاجه؟ لا 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 مفيش مفيش حضرتك. انا رنيت على اخوه قال لي الرقم غلط. يعني رنيت على اخوه عشان يجي حتى يسد من هنا بدل القله اللي هو كان فيها. مفيش حاجة. طب وقت لما كان موجود معاهم في البيت وكانوا أسرة يعني، كان بيصرف، كان يعني بيؤدي كل واجباته الزوجية بشكل طبيعي زي أي زوج ولا لأ؟ معلش يعني كان بخيل عليها. كان ما بيصرفش عليهم. بخيل عليها. بخيل عليها. اه بخيل عليها. خرجت من هناك مع انه ميكانيكي يعني، مفيش ملابس تديها لها. المفروض انه كسيب يعني. المفروض انه كسيب حضرتك. وسيد حضرتك يا ابني، طب العيله دي عايزه تكشف، العيله دي عايزه تلبس، العيله دي مفيش. ابوها غصب عنه طبعا بيقضي وقتها، بيقضي وقت بمنحتها بقى، هيعمل ايه؟ هنعمل في حقها؟ طيب احكي لنا الناس اللي تفاعلوا مع الطفله لما لقوها يعني بدون ملابس في الشارع. حضرتك التفاعل مع الناس في الشارع ما هو يعني ربنا يبارك فيهم كلهم. بس هو حاول انه يعتدي بالضرب على بعض الاشخاص في الفيديو. ايوه بياخد العيله منه الاستاذ باهي اللي هو قصادنا، بيشيلها قدامه بيحط الكاتب بتاعه رقصها نص بيحطها في الباص. يعني بيوقع حته بيحطها عليها. هل اصيبت الطفله في الوقت ده؟ هل اصيبت باي حروق، اي خدشات، اي اضرار موجوده في جسمها؟ لا الحمد لله، الحمد لله هم لحقوها الصراحه يعني. لحقوها منه الحمد لله. الحمد لله. على كل حال، على كل حال بنتمنى طبعا ان القانون ياخد مجراه ويرجع حق الطفله دي ويعاقب هذا الوالد القاسي القلب الحقيقه. ويا رب ان شاء الله ان الطفله دي تلقى كل الرعايه والاهتمام من قبل الجهات المعنيه. بشكرك شكرا جزيلا حاجة احلام رشاد جده الطفله سيده اللي اشتهر الفيديو بتاعها طبعا على السوشيال ميديا وشفناها وهي بتتسحل وبتتجرد من ملابسها على يد والدها. طيب خليني اقول لحضرتك بعض المعلومات اللي مهتم وعارف ومش عارف، شويه معلومات عن هذه الواقعه. الواقعه دي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، والاب اللي عمل كده اسمه رمضان المنشاوي، وعنده 34 سنه ويعمل ميكانيكي، وانه بسبب الخلافات اللي بينه وبين زوجته ده اللي ادى الى ان لانه يتصرف لهذا بهذا التصرف وهذا الاسلوب، وانه طبعا بعد ما رفضت زوجته العوده للمنزل نوع من انواع الضغط عليها. وزي ما ذكرت احلام رشاد جده الطفله قالت ان هو كان عايز الذهب بتاعه و كل يعني متعلقاته الزوجية اللي طبعا وجهها لزوجته، يعني بيحاول ينهي العلاقة ولكن استغل الطفلة استغلال سيء جدا جدا. طيب على كل حال احنا متابعين مع حضراتكم كل مستجدات هذه الواقعة، وبالتأكيد هنتابع مع حضراتكم. وللتنويه يعني لكل من يرغب في الإبلاغ عليه الاتصال من خلال الخط الساخن 16-3-0، ده وفقا للدكتورة سحر الصنباطي طبعا أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، لو حصلت أي أعمال مشابهة أو وقائع مشابهة. الاتصال على الخط الساخن 16-3-0، وأكيد متابعين مع حضراتكم هذه الواقعة ونشوف النيابة هتقول إيه وهتصدر قرارها بخصوص هذا الأب القاسي القلب. شكرا جزيلا على المتابعة، وانتظرونا في متابعات إخبارية على مدار اليوم في اليوم السابع، وإلى اللقاء.